ما عنديش علاقه بالكونتراج، ما يمكنش تدخل شي واحد. الخدمه كتلقاها من 6 ونص ديال الصباح حتى 8 ديال الليل ب 40 يورو. اللي كيطلب راه ماشي خدمش، ما كيخلقها بهاش، راه كيكتافو ما كيقدوش يخدمو، هو يطيحو بنادم. بالعكس انا ملي كنشوف شي واحد غادي افانتي والله حتى كنفرح ليه، تبعوني اخوتي دابا انا نطيح صحتي. نقول لكم اخوتي تقريبا شحال شحال ديال الحظوظ كيجوني، شحال من حظ كيجيني، وشحال من فرصه كتجيني انني نبروفيتي، انني نصب، وانني ندبر الاوراق، وانني بزاف ديال الحوايج. اقسم بالله حتى بزاف ديال الفرص وبزاف ديال الناس الله يجازيهم بخير والله يكثر خير كيتشاقوا فيا، من بلجيكا، فرنسا، المانيا، كيتواصلوا معايا كيقولوا واش خاصك شي حاجه، شنو واش خاصك شي حاجه، نتعاونوا معاك، واقف على شي حاجه، مرحبا بك. شنو هو الجواب ديالي انا؟ كنقول لهم الحمد لله انا عايش بخير الحمد لله، حيت انا الحمد لله اموري ميسره، عايش بخير. انا غير كنبارطاجي معكم داكشي اللي كنعيش، التجارب اللي كنعيشها، ماشي حتى نطلب ولا شي حاجه، حيت كاين بزاف ديال الناس يقول لك كطلب، كنطلب كنا مشيت قدام شي بلاصه وكنا نمد لك يدي ولا اللي جي عندي مثلا من هاد الناس نقول ليه عافاك تعاون معايا وهادي. انا قسما بالله عمرني ما قلت شي واحد تعاون معايا ولا عطيني ولا شي حاجه، عمرني ما نقول شي حاجه. الحمد لله برزق انا كنبارطاجي معكم، عندي رزقي، عندي بخير الحمد لله، وكنت عايش في المغرب بخير، وهنا حتى هنا عايش بخير الحمد لله. انا غير كنبارطاجي معكم اليوميات داكشي كيفاش كندوزو. عاوتاني الحاجه الثانيه، كون بغيت بروفيتو وشي واحد اخر طاحت فيه الفرصه اللي عطيني انا الحمد لله دابا، ولكن عمري ما نخذل الثقه ديال الناس اللي ثقوا فيا وداكشي. اقسم بالله عمركم تشوف مني شي حاجه، وعمري ندير شي واحد دير وننصب على شي واحد. كيجوني فرص وميساج بزاف، وغنقول لكم اخوتي من هذا المنبر انني انا ما عنديش علاقه بالكونتراج، ما عنديش علاقه بالكونتراج. الناس كيقولوا لي بزاف شوف اخوك كنتشقوا فيك وبينك معقول تشقى، شوف انا كونتراج نعطيوك فلوس داكشي. خوتي ما عنديش علاقه بالكونتراج، ما يمكنش تدخل شي واحد. كون بغيت نصب على بنادم بروح شحال من واحد والله يا خوتي، حتى من ايام نخدم نردم بقى كل واحد نقول له صيفط لي 100 يورو 150 يورو، والناس الحمد لله كتشقوا فيا. ولكن اخر حاجه نديرها انا هي نغدر الثقه ديالكم اخوتي اللي تيقين فيا، عمرني ما نديرها. وانا اي واحد الجواب ديالي نخليكم ميساجات كاع جواب الجوية باش كنجاوبك، نقول لي انا ما كنتدخلش في داك الكونترات وما عنديش بهم علاقه، وهذا الشيء اللي كاين انا ما كنبغيش ندخل داك الشيء ديال الكونترات الصراحه. انا كنبارطاج معكم اليوميات ديال خدامي اللي كنخدم وداك الشيء لا غير، حيت بزاف ديال الناس كياتاكي ويقول لك الطلبه هي نمشي نطلب، نمشي نهز يدي ونمشي نطلب ونمد يدي ونطلب وما نخدمش. انا كتشوف انا كنخدم، انا خدام، انا ما فيها عيب بلادي ما يخدم ويتقاتل ويتصور هادشي اليوميات ديال، ما فيها حتى شي عيب. اللي كيطلب راه ماشي خدمش ما كيخلق بهاش، راه كيكتافو ما كيقدوش يخدمو. انا دابا لقيت خدمه، دابا تقول لي انت واي واحد يقول لي خدمه كاينه بلاصه نمشي ليها ما عنديش مشكل. انا ما عمري ما لقيتش خدمه سامبلي. واش انسان واش تبغوني اخوتي دابا انا نطيح صحتي نمشي نخدم واحد الخدمه اللي قتلوني على 40 يورو مثلا ولا 50، علاش باش تسمى انا باغي نخدم وانا كاين؟ لا انا كنبروفي كنجرب الخدمه اللي غتناسبني وغتسلكني. انا دمار باش نقول لكم اللي كاين دمار، وكنديمير ديال بصح، واللي يخدم معايا وجرب معايا عارفني دمار وكنخدم، ماشي من داك النوع اللي كنبقى نطرى خوان والعباد. من نلقى شي خدمه اللي غرتاح فيها وزوينه وفيها التوقيت الزوين وداكشي راه مزيان. الخدمه كتلقاها من 6 ونص ديال الصباح حتى 8 ديال الليل ب 40 يورو، راه العذاب الشديد هذا، راه ماشي خدمه هذه. كتلقى عاوتاني من 7 ديال الصباح حتى 8 ديال العشيه، راه واش ب 40 يورو كتدفن حياتك؟ حنا جينا هنا باش نقطعوا حياتنا ماشي باش ندفنوها. كتبقى دافن حياتك كل وقت كيدوز دغيا، كتجي تضرب مع هذا يشدك هذا يضربك واحد 6 شهور عام، هذا 6 شهور عام، كتلقى صحتك كدبل. راه كل واحد التفكير ديالو اخوتي، كل واحد كيشوف لي مسلكو. انا كتسلكني شي خدمه من دوك الدواز كنا بقايت فيها. انا ماشي كنقول بحال هكا، انا كنقول شي وحدين كنحاول نبدل لهم التفكير ديالهم. شي واحد الله يذكره بخير صاحبي تحياتي ليه ايوب بوخري، شنو قال لي؟ قال لي واش الناس ملي كيمشيو تما واش ما كيبدلوش العقليه ديالهم؟ قلت لي راه بزاف كيبدلوا العقليه ديالهم، ولكن كاين واحد العناصر، قلت لي واحد 10% ولا 8% كتلقى العقليه عندهم مريضه وكتضرب بلاصتها وما كيبغيوش يقعدوا مع بعضياتهم وكيبغيو يطيحوا بنادم. بالعكس انا ملي كنشوف شي واحد غادي افانتي والله حتى كنفرح ليه، كنشوف شي واحد داير شي فراشه مطاصي الكرو مغربي ديال الفراشه الطوموبيل العيبات كيبيعو والله حتى كيعجبني الحال، كنفتخر به، ماشي كنطيح به ونشد ونقول لله انت تاش كتخرب شنو داكشي كدير. لا بالعكس هز بيه، عطي البنادم اما قول كلمه زوينه ولا ما تقول والو. وتحياتي لكم اخوتي، الله يسهل على الجميع.